بس يا بنتي بس اوعي تفتكري اللي انا قلته لك ده سهل عليا، صعب قوي. الاخ ما بيتعوضش يا دنيا، الاخ ما بيتعوضش. عارفه لما بشوف عبد الحكيم ببقى عايزه اقطع لحمه، عايزه امد ايدي جوه صدره واطلع قلبه واكله بسناني. انا خايفه يا عمتي بعد كل ده وانا وصلش لحاجه. لا ما تخافيش، انت قويه، ما تكسريش مقاديفي. اوعي يا ناديه، ما تخافيش حبيبتي. يا عمتي كيف همشي في بلدك ده؟ بلد انو بلد وانو ناس اللي انت عامله لهم حساب؟ الناس اللي عارفين ان عبد الله ليه ورث وفلوس وبنات لحمها مرمي وحاطين ايديهم على بقهم وما بيتكلموش كاتمين نفسهم. اسمعي يا بنتي، اوعي تعطي راسك لمخلوق لان خلقك وبس، وخلي عشمك في ربنا كبير. ان شاء الله هناخد حقنا. بصي يا ناديه، انت يا بنتي لما كنت متجوزه مروان الناس كانت بتعمل لك الف حساب، امال لما تتجوزي المأمور بقى هيعملوا لك مليون الف حساب. صدقيني يا بنتي، صدقيني. بس يا ماما، بس يا دنيا.